أهلا بكم. أهلا بك أستاذ رامي. حصار حكومي مستمر منذ 5 سنوات على منطقة الرفعت وحي الأشرفية والشيخ مقصود، لكنه اشتد في الفترة الأخيرة. ما المبررات الحكومية لهذا الحصار باعتقادك؟ يعني حصار حكومي، عندما نتحدث عن حكومة وكأن هناك حكومة وكأن هناك دولة، هناك عبارة عن ميليشيات تابعة لنظام بشار الأسد من أمن الفرقة الرابعة وميليشيات أخرى تفرض حصارها على مناطق الشهباء ريف حلب الشمالي وعلى منطقة الشيخ مقصود، ونحن نشرنا بالصوت والصورة حواجز أمن الفرقة الرابعة عندما كانت تحصل على أتوات من المدنيين عندما يريدون الدخول إلى حي الشيخ مقصود ويدخلون بعض المواد الغذائية. لذلك أقول بأن يعني عندما نقول حكومة هذه تسمية كبيرة جدا، هم مجرد عصابة، مجرد مجموعات شبيحة، مجرد مافيات يفرضون الأتوات على أبناء الشعب السوري. بدلا من أن يكون هناك تكافل بين أبناء الشعب السوري في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية، في ظل الانهيار الاقتصادي، في ظل حالة الجوع الموجودة حاليا، نجد أن أمن الفرقة الرابعة المدعوم من قبل النظام بشكل مباشر لديه مئات الحواجز الأتوات وليست حواجز حفظ الأمن في مناطق سيطرة النظام. هذا الحصار هل هو للحصول على مكاسب سياسية أو أي نوع من المكاسب باعتقادك؟ بشكل قطعي كل شيء من أجل الحصول على أتوات مالية أولا، لأن هؤلاء يحصلون على يعني أموالهم من خلال الأتوات، وأيضا من خلال الحصول على مكاسب سياسية. ليقولوا للجانب التركي هذه المناطق هي تحت سيطرتنا وتحت حصارنا، من الممكن أن نقتحمها بأي لحظة، وهم عاجزين حقيقة الأمر عن اقتحام هذه المناطق. مجرد اقتحام هذه المناطق سيعني أن محافظة الحسكة بشكل كامل لن يكون هناك فيها تواجد للنظام، لا محافظ ولا غير محافظ ولا أي رقعة أمنية للنظام ستكون في هذه المحافظة. أستاذ رامي، لماذا لا نشهد رد فعل قوي من المنظمات الدولية حيال هذا الحصار وحيال ما يجري في تل رفعت وحي الشيخ مقصود والأشرفية؟ لأن هناك نفاق دولي من قبل المنظمات السورية قبل الدولية، المنظمات الحقوقية السورية الموجودة في تركيا والتي بعضها بدأ يتحدث عن استغلال تركيا للشعب السوري، هذه منظمات تعمل بازدواجية معايير. عندما نتحدث عن نحن في المرصد نتحدث عن جرائم الاحتلال التركي أو جرائم النظام بحق الشيخ مقصود وأيضا مناطق الشهباء، يقولون لماذا لا تتحدث عن هذا الشأن وآخر. هم لديهم ازدواجية معايير، هم بعيدين كل البعد عن الإنسانية. عندما تثيّس الإنسانية هذا يعني بأنها ليست منظمة إنسانية، هي منظمة سياسية تحت غطاء إنساني تابع لجهة في المعارضة السورية أو حتى تابع لبعض الدول التي تعمل وفق أجندة أصدقائها في المعارضة السورية. شكرا جزيلا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من كوفنتري.